أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون.
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ صدق الله العظيم.